يا بختك الاسود يا نعمه. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا كلمت حانوتي وزمانه جاي. حانوتي ده يا مختار، هو ابوكوا هيفضل هنا؟ امال هيروح فين؟ اكرام الميت دفنه. ايوه دفنه، بس بالشكل اللي يليق بيه، ولا عايزين تفضحونا؟ ليه بس يا قرش؟ ابونا سعد لازم خارجته تبقى من بيته، من وسط مراته وعياله. انتوا ناسيين ماما. هنولها ايه وهي فاهمه انه في الصين؟ قول لها جات له الازمه في الصين فنقلناها لهنا. ده على اساس ان الصين دي في المانيال؟ سعد انا مش قادر اصدق ان ابويا حبيبي. احنا هنقول لها انه وانت بتستقبله في المطار جات له الازمه في العربيه، وعلى ما رحتوا المستشفى كان السر الالهي طلع. ماشي ماشي، كفايه عليها خبر موته، ولا هو موته خراب ديار؟ لازم صورته تفضل قدامها زي ما هي. مستنيني؟ يلا بسرعه. انا قلبي كان مقفول، قلبي كان حاسس. انا مش قلت لك يا بنتي؟ مش قلت لك؟ هدي نفسك يا ماما، الأعمار بيد الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللي مزعلني ومحزنني إنه كان جاي، كان عايز يعملها لي مفاجأة. يا بختك الأسود يا نعمة. إهدي يا نعمة، إهدي بس، إهدي ما تعمليش في نفسك كده. الراجل الوحيد اللي حبني، الراجل الوحيد اللي آملت له وقلت هعيش معاه وفضله، سابني ومات. ايوه يا نعمه، بس احنا لسه عايشين ولازم نتصرف بسرعه قبل البضاعه ما توصل. يعني ايه؟ مش فاهم. الحاج الله يرحمه استورد البضاعه باسمه، يعني محدش هيقدر يستلمها غير الورثه. يا اما بقى تترمي في المينا، ولو اتفتشت هتبقى مصيبه. يا نهار اسود، هتروحوا كلكم في حديد. ده غير ان الفلوس اللي دفعها الحاج هتروح عليكم. لا كله، لا كده، ده انا ليا فيهم حق الشرع. عشان كده يا نعمه لازم تكلميهم، لازم تفهميهم الموقف عشان يلحقوا يتصرفوا بسرعه ويجهزوا الاوراق المطلوبه قبل الشحنه ما توصل. البقر ونعم بالله يا حبيبتي، اتفضلي. الله يرحمه، كان راجل ولا كل الرجاله. ايوه قطع بيه، كان ملاك ماشي على الارض. ايه يا ماما مالك؟ صداع جامد قوي. خدت دواء الضغط يا اختي؟ مش لا ماما. ميه 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 يا ماما. ضغطها عالي فجأة والحمد لله هي كويسة دلوقتي. الله يطمنك يا دكتور، الله يطمنك. وأهم حاجة تبعدوه عن الزعل والتوتر. نبعدها عن الزعل والتوتر إزاي يا دكتور؟ ما أنت عارف الظروف اللي إحنا فيها. والله أنا قلت لكم على المفيد، عن إذنكم. شكرا يا دكتور. معايا هنية. أمال لو عرفت المستخبي بس هيجرى إيه؟ بس يا سعد الموضوع ده مش لازم تجيب سيرته خالص، الموضوع ده انتهى مع موت بابا. انتهى إزاي؟ مش في عقد جواز شرعي؟ وفي زوجة تانية ممكن تطالب بحقها في الميراث؟ يا أخي وطي صوتك، مش وقته. سعد خلاص هنحل الموضوع ده معاها وهنرضيها. يلا نطمن على ماما. يلا يلا. ايه يا حبيبتي؟ الف سلام عليك. سلامتك يا امي. الحمد لله على سلامتك يا ماما. الله يسلمك، ربنا يخليكوا ليا يا رب. انا مش عارفه ايه اللي حصل لي ده. ازمه وعدت يا ست الكل، كده برضو تقلقين عليكي. وانا كمان قلقانه عليكوا قوي كلكم. ليه يا حبيبتي بس قلقانه؟ ما احنا كويسين اهو. أبوك الله يرحمه كان مضلل علينا كلنا. الله يرحمه بقى. كان كبرنا كلنا، كان واخدنا كلنا تحت جناحه. إنما دلوقتي آن الأوان تكبرنا، عشان محدش هيضلل عليكم غير إيديكم. حسك بالدنيا يا ماما. أنا نفسي يا ابني محتاجة لكبير، ولازم تكونوا كبار، تبقوا قد المسؤولية عشان تقدروا تحمونا من أي خطر. طمني يا ماما، طمني. أنت مخلفة رجالة،
مش كده ولا يا سعد؟ طبعا طبعا يا امي. ما تقلقيش يا ماما، انت ونوره في عينينا، احنا ملناش غيركم. اهدى يا اخويا، ما تعملش في نفسك كده. سابني وراح يا سماح، سابني وراح. كلنا لهب. وبعدين مش انت كنت بتقول ان الحاج طول عمره كان راجل طيب؟ يبقى اكيد دلوقتي في الجنه مع الملائكه. راح الجنه وسابني في النار لوحدي. نار ايه بعد الشر؟ اصل بابا الله يرحمه قبل ما يتوفى باسبوع رهن كل فلوسنا وكل اصولنا للبنك. ليه بس كفى الله الشر؟ كان عايز يجمع 10 مليون جنيه عشان يجيب صفقه ادويه جايه من الصين. ها وبعدين؟ وايه اللي وبعدين؟ الصفقه جت ولا لسه؟ ما اعرفش، وده اللي مجنني. والمشكله انه مأمنني ان الموضوع ده سر بيني وبينه، اخواتي نفسهم ما يعرفوش عنه حاجة. بس مراته التانية اكيد تعرف. تفتكر يكون قايلها؟ مش هي اللي كانت ملازماه في اخر ايامه الله يرحمه؟ يبقى اكيد عندها ولو طراطيش كلام، واللي يسأل ما يتوهش برضه. كلام معقول برضه، اذا كان كده ماشي.